بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وصحبه وسلم. سلم. كنا ننتظر أن بعد ثورات كيسميهم الربيع العربي، يعني هذا التململ الشعبي في العالم الإسلامي، والذي أفرز في فترة ما تقلد الحركة الإسلامية برضا الشعب واختياراته حينما أتيحت له فرصة الاختيار لأول مرة، كنا نظن أن ستليها إن شاء الله مرحلة بإذن الله تمكن هذه الأمة والقيام إن شاء الله تبارك بواجباتها نحو هذه الأمة ونحو دينها، لأن هذه أمة ما يميزها هو دينها. لكن بعد ذلك نرى أن الضحية الكبرى هو الدين وهو المسلم وهي أراضي المسلمين، أي الإسلام في أبعاده الثلاثة: بعده العقدي الفكري الثقافي يحارب، وبعده الجغرافي أرض تسلب منه، والبعد الإنساني أي أن الإنسان المسلم السني يقتل بلا رحمة وتهدم عليه المساجد. فالإسلام في بعده العقدي الإنساني الجغرافي تشن عليه حرب شعواء، حرب شبهات شهوات، نيران من السماوات ومخدرات وخمور ونساء وشهوات، حرب حرب مستعرة. كنا نعتقد إن شاء الله أن هذه ستخبو نيران هذه الحرب، لكنها ازدادت واستعارت. مؤخرا لجنة من اللجان التي شكلها الرئيس التونسي إن شاء الله تبارك وتعالى لتضع بإذن الله مقترحات حتى يصادق عليها ثم تعرض على هذا البرلمان لكي تصبح قانونا إن شاء الله تبارك وتعالى. أذكر لكم إلى أين وصلت جرأة هؤلاء على دين الله، هذه واحدة، وإلى أين وصل خنوع العلماء الذين يسكتون، وثالثا خنوع الشعوب التي انتفضت من أجل استبداد حاكم ولم تنتفض من أجل الدفاع عن الدين، ووالله لبطن الأرض أولى لنا من ظهرها إذا سكتت الأمة بعد أن تحركت الشعوب وأرادت أن ترجع إن شاء الله الهيبة للأمة ولدينها. فماذا كانت المقترحات؟ اسمعوا المقترحات. هذه تاع تونس، هذه تاع المغرب العربي، ديالنا قريبة لنا، لأن دائما التجربة التي ينبغي أن تحتذى هي تجربة تونس، كل حاجة إن شاء الله تعالى ديال تونس. قضية الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه آية محكمة. احنا لسنا بصدد الحديث عن فلسفة نظام الأرث في الإسلام، لأن هذا أمر مستبعد فهمه من قبل العلمانيين، لكنه إن شاء الله تبارك عندهم قراءة سطحية، وهم يفتى عليهم فيرددون ويؤمرون فيطيعون. الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى، المرأة لا عدة لها، لأنك تطلق المرأة واسمه يخصها أخصها وشحال من تطلقها؟ لا من تطلقها ثلاثة قروء، هذيك منين تموت 14 ما كاين لا عدة تاع المطلقة ولا عدة تاع المتوفى زوجها ولا اللائي لم يحض، تطلق اليوم تزوج غدا، شكون قال لك ابدا ما كان لا استبراء الرحم ولا والو؟ اش قال لك هذا تمييز المرأة؟ كان لا دين لا والو، المرأة تزوج بالراجل واستلم، اش دين هذا؟ اش من دين هذا؟ تهضرون على اش؟ فانماعت وانمحت وسقطت جدر النفسية التي كانت تفصل بأمة ميزها الله وحملها رسالة الهداية للخلق. اش بقى لها شي رسالة؟ اش بقى لها شي رسالة؟ قبلت بكل شيء تاع الاخرين، اش بقى لها شي رسالة؟ هذا انتحار للأمة، هذا دمار، هذا أمة تدمر نفسها بنفسها. زيد اخويا باش نقرا لكم كاع الشيء اللي كتبته. لا اله الا المهر مسألة، واسمه هي المهر، واسمه المهر، واسمه المهر، واسمه هو رجعية، كيف هي تستمتع ويستمتع يعطيها المهر؟ لا ما كان لا صدقاتهن نحلة ولا يدك لا يردك، قبض المرأة وديهاش متخربق، هذا يا مرة ربعة ونص ما كاين، واسمه ما كاين لا عدة ولا حيض ولا مهر. ايوا انتم بس تفنوا مع راسك، انت عيش مع راسك. اذا اللي صار اش غادي يزوج كاع؟ استنى عاد الاخرى. لا يوجد تمييز ابدا في الدين
تزوج عربي ولا مسلم ولا كذا، لا تمييز. قد تقول لنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، ولا جل جلاله. فاتحات دي روبر والمشركات دي عبد القادر، ما لا دخل لنا في هذا. الحرية أي التحلل من كل أوامر الدين. المصطلحات لا ينبغي أن نسمع حلال حرام واجب فرض مكروه، هذا المصطلحات من جت شو تخربق هذا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. العلبان حداثة الحداثة الحداثة. الولد من الزواج ومن الزنا سيان، يسجلون كما ما كانش تبقى تجيب لي الولد تقول لي هذا تاع الزنا ولا سجل على المدنية ولده، ما كانش هذا جايب الزنا ولا الولد والفراش ولا خلينا هذاك الشكل. اي واسمه اي تقنين الزنا والاعتراف بالأسرة التي تبنى على رجل وامرأة بغير عقد، بغير عقد، تعدد الأسر. كما نصت عليك على ذلك توصيات مؤتمر بيكين ومؤتمر القاهرة 95-96. إلغاء جميع القوانين خاصة القانون الجنائي الذي ينص على عقوبة السحاقيات والشواذ. لواط شواذ مباح. واسدي إذن هو المقصود نريده هنا، المقصود اسمه هو شطب الإسلام شطبا من حياة الأمة. وهذه المرة منين؟ على مستوى التشريع، يعني محادة الله ورسوله. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى حينما ظهر الذي ظهر وعلم هذا الأمر عن طريق الإعلام وصار متاحا معرفته لكل الناس اللي يقرأوا ويشوفوا ويطلعوا واسمعوا كاع حاجة إن شاء الله تعالى. أين هم أبناء الحركة الإسلامية في تونس؟ ماذا سيكون ردهم؟ هل يتعاملون بطريقة باردة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سكتت والله لقد خدعت خداعا ما خدعت في مثلهم أبدا والله. إذن هذا الحركة الإسلامية هناك، أدخلت علينا الأخر. ثم بعد ذلك أين الشعب؟ إلى الشعب اسكت والقسم بالله، إلى الشعب تونس اسكت الذي ثار على بن علي وسكت ولم يقده العلماء لأنهم يجسون النبض. الشعب باقي حي وباقي باغي الإسلام، ولا هذه الفترة التي نجهز فيها؟ تونس أرادوا أن يجعلوا منها أسوة لهذه الدول، فإن نجح فيمكن أن يعمم. فإن كنتم أول من شعب، أول شعب ثار على الاستبداد، فلا تكونوا أول شعب خنع لما هو أخطر مما قمتم تثورون ضده في البداية. فما ثرتم ضده في البداية أمر جلل، والاستبداد الذي حرم الأمة من حقها ووصلت إلى، لكن هذا أخطر. وهذا ما فيش تأويلات، هذه مش يجي حاجة يعني يجي حاجة، هذه لم أقسم بالله في أوروبا وفي إسرائيل، أقسم بالله في إسرائيل في كل مكان لا يستطيع أبدا أن يبيحوا اللواط والزنا، يهتز له عرش الرحمن. وأنا لا أقول فقط للشعب التونسي، هذا الأمر ينبغي أن تثور له الأمة في المشرق والمغرب. لو كانت الأمة إسلامية ويد وحدة ما يزعقوا لهاش على دينها، ما بقى لنا والو احنا. هذا بغيت ان شاء الله تعالى نقوله اليوم ان شاء الله. خليونا وكخلينا هذه الكلمه درناها لله، لهذا الشيء اللي سمعنا احنا ما عندنا ما نديرو.